أجوركم بمصاب سيدنا ومولانا السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين. اي والله سلم علي ابن المكان الاكبر وعلى شوق لكربلاء للزيارة تروح الضريح الإمام رحم الله والديكم هنزور وياي وأخرج ولا ندخل بالمجلس. السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد السلام على البدن السليم السلام على الثغر المقروع بالقضي ثلاث مرات جميعا لقلوبكم لسانك أدري أرواحكم كلها هناك بكربلاء اليوم محرومين قل أبا عبد الله السلام ما زرنا حسين وحسين زر قبر سبط الهاشمي الهادي ولديه حزنا وحسين قد ما تصيح وحسين ما نشبع من اسمك أبو علي قد ما نكرر وحسين قليلة بحقك يا أبا عبد الله. زر قبر سبط الهاشمي الهادي ولديه حزنا وحسين بها يوم القيامة فهي خير الزوادي. يعني قل أبا عبد الله كل شيء ما عدنا يوم القيامة باسم الحسين النادي بك أبا عبد الله. لا عدنا شفيع لا عدنا عمل لا عدنا شيء خلصنا إلا زيارتك أبا عبد الله. سعود يا شيخ هناك بكربلاء واذرف مدامع مقلتيك بعندمي مستعبرا متجلبا بسوادي. لبسنا السواد بجينا على الحسين زرنا بعد شو توصلنا يا شاعر. يقول إذا خلصت من هذه الأمور واذكر مصيبة زينب إذا قصرت يا
الشبا ابو علي جبنا مصايب يا حسين. يا والله حقك اليوم تريد تلطم على فخذك على صدرك على راسك معذور اليوم مش ما تسوي ترى يوم 40 مثل يوم العاشر. واسي واسي هسه تدخل علينا فاطمة يا صاحب العصر والزمان هسه يدخل علينا المأتم. حسين صن مقيم شجوها بفؤادي شفت يا زينب نشكو إليك مسيرنا بين العدا ودخولنا في مجلس ابني. زينب اليوم وين حبيبي بالمحمل على الناقه تقول له يلا يا حادي ودينا كربلاء اريد اروح اخواني ينتظروني هناك استعجل. عندك يا زينب تقول اسولف اسولف ويا روحي واسرع بممشاي. انت حسيني انت حسيني وهالكلمات راح تفتهمها. أسالف ويا روحي وأسرع بممشاي وأقول إخوان عندي وهسه يتلوني يعني ينتظروني إخواني بكربلة. يا شيعة وصلت الكربلة وما شفت الإخوان ولا قاموا إلي ولا تلقوني لا تلقوني. أصيح بصوت ويا زينب يا حسين يا عباس اختكم انا زينب ما تسمعوني ما تسمعوني. عيد الشباب اقروا لي اصيح بصوت يا حسين يا عباس اختكم انا زينب ما تسمعوني. قبل زينب جنت من جان عباس لحد يسميني زينب. قبل زينب جنت من جان عباس وهسه ام المصايب انا سموني سموني. رحت عنكم غصوب مجبور الارض الشام وحساف على الهزل يا حسين ركبوني. والله اسمع هالبيت راح يمرد قلبك وانت شيع وما تتحمل. كل ما صحت عباس يا عباس
الشامعي حطه وبطشت الذهب راسي شهيد او من نشد زينب بديوان يزيد قاعدة لا واقفة مخلينا دخلوهم ودوهم الى الشام الله اكبر اكمل المصيبة لو تلوم موضوع بعد يوم الاربعين خلي افصل لك شوي بالشام شان نروح الكربلة تالي عقيل عقيل اخو امير المؤمنين سلام الله عليه هذا فترة اقام بالشام صار عنده بنية هناك عقيل صار عنده بنية بالشام هذه البنية كانت تفتخر بآبائها تفتخر بعلي بن أبي طالب تقول لهم أنا أبوي مو عقيل أبوي علي بن أبي طالب تقول لهم أنا خالي أنا أخوي الحسن أخوي الحسين أختي زينب هذه عندها ولد تقول له وليدي تعلم تقول له أنت خالك الحسين خالك الحسن خالتك زينب ذاك اليوم ابنها طلع بالشام رايح للكتاتيب يريد يدرس القرآن راح وشاف الكتاتيب المعلمين كلهم مغلقين سادين محلاتهم أسواق كلها معزلة النساء يضربون بالطبول والدفوف الرجال واحد يهني الثاني قال ايش صاير قبل اليوم عيد رجع هذا الطفل على براءته رجع الأمة يما لبسيني ثياب العيد قالت له وليدي ليش صاير اليوم مو عيد قالها يما يزيد يقول اكو خوارج جايبينهم للشام ما عندهم دين والناس كلها معيده يما اريد تلبسيني ثياب العيد اروح اعيد ويا الاطفال قالت له لا وليدي انت غير الاطفال وليدي ما يجوز روح انت بنفسك شوف هذول اللي مدخلينهم للشام خوارج ما عندهم دين اذا فعلا خوارج ما عندهم دين تعال انا البسك ثياب العيد راح الطفل بعد انت شوف بعينه وقلب راح واذا بركب السباع ممتد النساء الرؤوس على الرماح اجى الطفل شاف اهل الشام كلهم محاوطين النساء هذا يسبهم هذا يشتمهم هذا يضربهم بحجار اجى وقاف دور وين شاف زينب في مقدمة السبايا اجى الطفل وقف يم زينب جر عبايتها قالها يا امرأة انت من وين؟ ما جاوبت زينب رفع صوته جر عباية زينب يا امرأة انت من وين؟ تفتت لزينب قالت لها يا ولد وليدي ومن انت؟ قالها سأليني انا منو اريدك تسمع امي تسولف واسمع من الناس خوال الغيوث عندي ترفع الراس والله البيت انت كمل لي وبيهم بطل اسمه العباس امي تسالف واسمع من الناس خوال الغيوث عندي ترفع وبيهم بطل اسمه انت ما تعرفين زينب خلي اعرفها لك ام الخدر والخدر متسمي الها ابد ما شاهده وبالشمس ظلها مشتاقين انا وامي لاهلها والعباس واكثر خام الحسين جاوبت زينب اشرت بيدها قالت لامك سلامي اخذ مني راس حسين والعباس ذني وانا زينب اللي احشوني انا تمرمريت من زهر سني اي والله زليت المصايب ما سني راح الولد راح يركض مذهول خايف الامه يما يا تعالي يما تعالي
حتى يذلهم يزيد. قالت نزلونهم تربطونهم بحبل واحد. يقول الإمام زين العابدين ربطونا بحبل واحد، مقدمة الحبل في عنقي ومؤخرة الحبل في عنق عمتي زينة. أريد أوصف لكم الليلة، لازم اليوم لازم ينفطر قلبك يا شيخ. أجاوا بينهم الحبل، وقف الإمام قال لا والله، شلون رجال يربطون نساء رسول الله؟ جاش نسوي؟ قال اعطوني الحبل انا اربط النساء. اخذ الامام زين العابدين صار يربط النساء امرأة واحدة واحدة، الى ان وصل الى نهاية الحبل واذا بزينب واقفة. رفع راس الامام صار ينظر لزينب يقولها عم اعذريني مجبور اربطش بالحبل. ثم وضع الحبل على عنق زينب. ادخلوهم الى مجلس يزيد. يزيد اللعين مخلي الرجال مخلي الرؤوس امام عيون النساء. زينب اول ما دخلت مجلس يزيد صارت تقطع عيون البنيات والاطفال حتى لا يشوفون الراس، راس الحسين ينكسر قلبهم. صارت تفر رؤوسهم تغطي على وجههم، تفر رؤوسهم بعيد. واذا بوحدة من بنات الحسين قالت لها عم زينب شوفي يزيد ايش قاعد يسوي براس ابوي الحسين. تحملون يا مؤمنين ولا التفتت زينب، واذا بيزيد بيده عصا من حديد يضعها على ثنايا الحسين، يضرب بها براس الحسين على من ولاد وحسين. المجلس يزيد عين على بنية من بنات الحسين، قيل أنها فاطمة وقيل أنها سكينة. قام قال يا يزيد يا أمير هب لي هذه الجارية أستخدمها أخليها خدامة عندي بالبيت. الله أكبر، هذه الطفلة لجأت احتضنت عمتها زينب، لزمت عباية عمتها. عمة ضربوني بالسياط، يتموني شتموني، الآن عم يريدون يخلوني أسيرة يخلوني خادمة بالبيوت. قامت زينب قالت لا والله ليس لك ذلك ولا لأميرك هذا الجالس أمامك. يزيد قالها بل لي ذلك ولو شئت لفعلت. اسمع خليك هناك، روح المجلس يزيد بالشام. قالت إلا أن تخرج عن ديننا وتدين بدين غيرنا. قالها بل خرج عن الدين أبوك وأخوك. قالت لبدين أبي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. هنا استفزت هالكلمة يزيد ما تحمل. قام قالها إياي تستقبلينني بهذا الكلام يا عدوة الله؟ يا مؤمنين يا شباب، راح يزيد الواحد من الغلمان وأخذ من عند الصوت يريد يضرب أخت عباس، يريد يضرب زينب، وهو رايح لها واحد من أولاد يزيد قال له أبويا واقف لا تضرب هذه المرأة. التفت له يزيد قال له وليدي ليش؟ قال له أبا لما أخذت الصوت راح تضرب هذه المرأة، هذا الرأس اللي بطشت شفته فتح عينه وصار ينظر إلينا. ويا هذه عزيزة عند صاحب الرأس لا تضربه. تقول له أتمنى يا ابن أبو سفيان، اسمع اسمع زينب مش تتمنى، أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود. أتمنى العباس حاضر. أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود. أول مجلس يزيد إلى بكاء وعزاء على الحسين. قال للنعمان بن بشير قال له أخذ النساء وطلعهم من الشام وديهم إلى كربلاء، وديهم إلى المدينة. يا زينب شو تريدون؟ دنانير، ذهب، أموال؟ قالت لسوت الله وجهك يا يزيد، قتلت رجالنا وسبيت نساءنا وتعوضنا بالدراهم والدنانير، ما نريد من عندك شيء. جاش تريدين يا زينب؟ قالت له بس رجع لنا المقانع ورجع لنا عباية الحسين رداء أو عمامة.
قالها وما تفعلون بها؟ قالت أما المقانع فقد نسجتها أمي الزهراء بيديها، عزيزة علينا هذه. وأما عباءة الحسين وعمامته، أين نروح للمدينة؟ أوديها على قبر الزهراء أخليها هناك بالهب المية يما بالبس ثوب الفجيعة؟ ابن اشترى ذبحة وعلى صدره رضيعة، داروا عليه وضيق قلبه الوسيعة. أنا من مناد وحسين، تحركت قافلة الحسين، تحركت قافلة السبايا إلى المدينة. أجركم الله، مشت القافلة يقودها النعمان بن بشير، النساء في المحامل على النياق، إلى أن وصلوا إلى مفترق طريق. سأل النعمان بن بشير زين العابدين: سيدي هذا مفترق طريق، يمينا إلى المدينة وشمالا إلى كربلاء، أي الطريقين نسلك؟ قال الإمام زين العابدين: ها شباب مهيئين لنا، أقلوبكم متهيئة للسيارة ولا لا؟ قال انتظرني حتى أسأل عمتي زينب. أجا الإمام زين العابدين، وقف عند محمل زينب، رفع الستار. عم زينب: نحن عند مفترق طريقين، يمينا إلى المدينة وشمالا إلى كربلاء. زينب بس سمعت اسم كربلاء نادت: خذنا إلى كربلاء، كربلاء، كربلاء. فتصايحنا النساء وحسينا، إلا زينب كانت تنادي وعباسا: قولوا الحادينا يمر بالغابرية، سلم على الوالي وننصب للعز. يا شباب، يا شباب، سعد بن رحمة الله يهديكم. قولوا الحادينا يمر بنا على حسين، نبغى نزور حسين ونشوف الدفن، حتى نزور الحسين. فقال: خذني يا جابر، خذني يا عطية إلى نهر الفرات. فأخذته إليه، اغتسل فيه وارتدى إزارين، ثم نثر الطيب على بدنه. يلا يا شباب، خل نروح لقبر الحسين، أدري قلوبكم متلهفة على قبر المولى، أدري تشوفون القنوات الفضائية والملايين متلهفة تروح هناك، وانت قلبك متقطع هنا بالديرة، لكن ان شاء الله على نيتك وبدمعتك وبتوجهك الله يرزقك زيارة الحسين يا الله. يقول عطية العالم:
بزيارة الحسين صرت أسرع بالخطى فقال لي عطية قصر بخطاك فقال لي جابر يا عطية قصر بخطاك فإن لك بكل خطوة تخطوها نحو قبر الحسين أجر شهيد متشحط بدمه يا الله. يقول إلى أن وصلى وصلى إلى قبر الحسين يلا هيا قلوبكم يا شباب يا مؤمنين يا شيعة يا موالين. يقول لما وصلنا عند قبر المولى التفت إلى جابر سيدي احنا ترى عند قبر الحسين قال ضع يدي على القبر الشريف لما وضع يده نادى جابر ثلاثين انت امصح يا جابر وحسينا 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 حبيبا لا يجيب حبيبا وأنا لك بالجواب وقد فرق بين رأسك وجسدك وشخبيت أوداجك ورضيت أعضاءك وارتفع على الخطي رأسك. يقول عطية واحنا قاعد نزور وإذا بي أرى غبر من جانب الكوفة من جانب الشام سيدي يا جابر أرى غبر قال اذهب واستكشف الخبر فإن كانوا من أتباع عبيد الله بن زياد لجأنا إلى ملجأ وإن كان إمامنا زين العابدين فأنت حر لوجه الله يا عطية. مضى عطية لحظات رجع وهو ينطب على رأسه وينادي سيدي جابر قم واستقبل حرم رسول الله هذا زين العابدين هذه سيدتنا زينب هذه بنات الحسين. صاح جابر وانت امصيح يا وحسينا جود على اشتافه وهو
سهم الحور ومصيبة حسين البيه هبت أركاني من وقع من مهر الهما ومعظم جاني بعيني نبرت يحزن المصيبة ترى بعدنا ما وصلنا زينا هيا قلبك ولا تمر الدمعة ريد من عندك لسه تدخل فاطمة اجتمعوا النساء كلهم على قبر الحسين هسه اريد تروح هناك بقلبك لا تظل هنا احمر والديك روحك خليها بكربلاء حتى تدمع عينك حرام اليوم يفوت عليك وتدمع عينك نزلوا كل النساء على قبر الحسين اول ما بدأ عند قبر الحسين سلام الله عليه زين العابدين واقف يشوف هذه تقول له ابو علي حسين ضربوني ترى بالسياط وألمتوني ذيك تقول له ابو يا حسين شتموني وسموني ابو علي واخرى تنادي ابا عبد الله تصفح وجوهنا الرجال زين العابدين قال يا نساء ما اشوف زينب قاعده وياكم وين عمت زينب؟ قال له لا يا علي ترى زينب بعدها بالمحمل ما نزلت. يلا خلي نزل زينب. اجى زين العابدين وقف يم المحمل عم زينب وانت طلبت زورين الحسين شو بعدك بالمحمل؟ قالت له يا علي لا تلومني جسمي يرتجف وما عندي قوه انزل ازور الحسين. المحمل مدينا الامام ونزلها صار يقودها الى قبر الحسين يلا يا زينب النساء اول ما شافوا زينب ابتعدوا بعيد عن قبر الحسين قالوا هاي زينب اقبلت جابها زين العابدين عقب 40 يوم يا شيخة جابها الامام خلى ايدها على تراب القبر صاح زينب يا حسين اسمع اول ما قعدت زينب والله من قلبك بهالبيت تقول له ابو علي اسمع عيني انت حبيبي شو تفيد تسوي اليوم سوي اليوم الاربعين اول ما قعدت زينب تقول له ابو علي ما غسلوك وما كفنوك ابو علي اخاف زعلان علي يا واقف يا هالبيت تقول له لا تقول ما عندك شغل اسمع سوت زينب طلعت فتشي من داخل عبايتها تتحملون يا شباب طلعوها النساء اول ما شافوها صاروا يلطمون على الرؤوس طلعت عبايه صغيره طلعت عبايه طفله صغيره ممزقه وعليها اثار السياط عرفت عبايه منو
واحد ما زرنا بعد لازم نروح نزوره يا عزيز على القلب. عرفتوا منه؟ بدت يدها زينب للامام زين العابدين وليد علي والدين للقبر العزيز والدين للمشرعه. يلا الشباب ساعدوني واقروا وياي. لزم ايدها الامام ومشى وياها القبر العباس وخلفها النساء. يلا شباب جاناكم يا ابن فاضل ويا جهته تنزلونه. هذه الراس جبناها ومنكم نطلب العب. اعيد اعيد عشان هي كل البيت اللي بعده. وهاي الراس جبناها ومنكم نطلب العب. راس حسين سبحوا لي تراه مكسر اسلونه. أول شكوى أول شكوى تشكوها زينب شنو؟ والله ما تتحملون أصحاب غيرة أنتم صعب على قلبكم. تقول أخويا أبو فاضل أخويا طول الجال ما ينشاف شافوا وخبر الجال ما ينداس داسوا وصوت الجال ما ينسمع سمعوا. انت عندي بيت اريد اطلع امرد قلبك بيه. هيا روحك الي رحم الله والديك. زينب قاعده عند قبر العباس. ابو فاضل اكو موقف ما اقدر انسى ظل ببالي طول الايام. تقول خليني اعاتب خويا خليني. ما تتحملون ولا ما تتحملون. وسوالف لك بموقف معاذيني. سوالف لك بموقف معاذيني. اجا واحد يا ابو فاضل لطم عيني. اسالف ضيم قلبي روح شالامه او من تسمع يا خويا تهبط الهامه. واحد قال اريد سكينه خدامه. اللهم صبنا زيارة أبي الفضل العباس. أنا مجلسي خلص بس الليلة أبو فاضل اليوم العباس متأذي زعلان. ليش عباس؟ يقول لي يا أخوي حسين زوار الف ومن ساير البلدان. شبيك أبو فاضل؟ شلون أقدر بلا شفتين أضمهم خوي الأحبار. يلا وين اللي عنده حاجة؟ يا اخوي حسين اترجاك رجع لي شفتيني. وبالراحة يا بعد الروح شيل السهم من عيني. اريد انظر لزوار يا اخوي شلون تلفيني. واقضي حاجة المحتاج وحق الواحد الديار. اسمع اسمع جواب الحسين. يقول له اذا اقدر لو اقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس. سهم عينك سطب قلبي مخمد مني الانفاس. بعد انت كمل هالبيت. اذا راسك يا خوي انصاب انا جثه بلا. إذا تقدر تشرفني إلى قبر ينور النور زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور. ليش عباس؟ أخاف تشوفني وتسأل عن وعدي بشهر. أشور وأنا منها ومن سكينة يا خوي وش كثر خجلان. جواب الحسين يقول له إذا خجلان من زينب زينب بعد خجلانه.
تمسح دمعتك توجه الآن يوم الأربعين وقضي حاجتك إن شاء الله مقضيا. زهراء حاضر وصاحب العصر والزمان نظرا لهذا المجلس، بارك الله بكم إلهي بفاطمة وأبيها. يا الله إن شاء الله مرزوق الشفاعة الآن وياك. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، شافي وعافي جميع المرضى يا الله. أد دين كل مدين، اقض حوائج المحتاجين، مد كل غريب إلى وطنه سالما غرامة، وك أسرانا وسجناءنا يا الله. عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين، الفاتحة تسبقها الصلوات.